استاذ حجار مال حجار، جامعه هيكات اثبتت نجاحها ما شاء الله. جامعه هيكات خرجت ناس تقريبا يعني تقريبا ال 2000 1900 ما خلاص تقريبا ال 2000 عندكم ناس الحساب ما عندكم تقريبا العدد تقريبا العدد 2000 عندكم 2000 شخص الان خرجت هيكات، ودول موجودين في سوق العمل، في بعض منهم موجودين في البنوك وبعض منهم موجودين في الوزارات. ده ما شاء الله كلام جميل جدا، لكن انتوا ليه بتركزوا في العاصمه الجامعيه وانتوا عندكم اقاليم موجوده؟ هل عندكم اي فكره مشروع ممكن لفتح أقسام لهذه الجامعة الفتية، الجامعة الناجحة في الأقاليم أو في الخارج حتى ممكن الناس تستفيد منه أكثر؟ نعم طبعا. أنا أريد أن أؤكد على حقيقة مهمة للغاية، وهو أن التعليم خدمة قبل أن يكون استثمار، وهذا من المجالات التي يحتاج إلى أخلاق. يعني كما ذكر دكتور عبد الهادي وهو رجل تربوي خبير في هذا المجال، يعني من المجالات التي لا تقبل المجاملة على وجه الإطلاق. فبالتالي نحن الآن نأخذ في همنا كل شخص موجود داخل البلد وحتى في دول الجوار الصديقة والشقيقة في دول السماك وغيرها. نحن نريد أن خدمة التعليم هذه تصل لكل الناس. الآن في أشخاص ممكن يكونون بعيدون نوعا ما عن العاصمة، لكن هناك وسائل الآن حديثة، وهي قيد الدراسة وربما اكتملت، اللي هو فكرة التعليم عن بعد أو التعليم عن طريق الانتساب، يعني معمول بها في كل الجامعات، في بعض التخصصات صحيح يعني معقدة حضور الطالب ووجوده فيها ممتاز جدا، لكن نحن في هيكات نفكر في التعليم عن بعد ليس فقط للطلاب الشاديين الموجودين في الأقاليم، بل نحن نفكر في الطالب الشادي، الإنسان الشادي الموجود خارج شاد. خارج شاد. نعم، هذه مسألة تعتبر بالنسبة لنا مهمة جدا، لأن في كثير من الدول يعني الطلاب الشاديين لا يسمح لهم بأن يدرسوا، أو الدولة قوانينها قد لا تسمح للأجانب في كل التخصصات، لذلك هؤلاء أيضا نحن نضعهم نصب أعيننا بشكل خاص جدا. وربما يعني أقول لك بالذات يعني نحن في جامعة هيكات نفكر في الإخوة الموجودين في الشاديين الموجودين في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، كميات كبيرة جدا من حملة الشهادة الثانوية، وتقريبا أنا وجدت هذه المعلومات حتى عبر برنامجك يعني في قضية للحوار، كنت مستضيف أحد المدراء السابقين للمدارس الجالية هناك، فآلاف من الطلاب والناس في حيرة إلى أين يتجهون. فنحن الآن يعني بإذن الله تعالى سنسمح للتشادين الموجودين بالمملكة العربية السعودية ونفتح لهم خدمة التعليم عن بعد حتى يواصلوا على منهج بلدهم وطريقة تعليم بلدهم، وحتى إذا أتوا بالشهادة في النهاية يعني تشاد هي البلد والموطن الأساس الذي يعودون فيه، وحسب الاستطلاعات كلهم يتمنوا أن يأتوا ويعملوا في تشاد. أنا ما حسب الاستطلاعات رأيتها في جدة وغيرها. فبالتالي كون الشخص يرجع إلى بلدي وهو يحمل شهادة بلدي، فهذه أسهل في عملية التعرف، وأسهل في عملية الاندماج، وأسهل في عملية القبول بالنسبة للمؤسسات. لذلك نحن نضع يعني الموجود داخل تشاد ممكن تكون في خدمة التعليم عن طريق الانتساب، الموجودين في الخارج إن شاء الله يعني نقدم لهم خدمة التعليم عن بعد بإذن الله تعالى. جميل. يعني حاليا جامعة هيكات عندها مشروع كونه تفتح الدراسة عن بعد، وخصوصا للطلاب التشاديين اللي عندهم حملة الشهادة الثانوية الموجودين في المملكة العربية السعودية. نعم. تمام. ده مشروعكم كونه تفتحوا أقسام أو تفتحوا مجال للناس الدائرين بدرسوا عن بعد أيضا يدرسوا يتعلموا. نعم. هل ده موجه للطلاب السعودية فقط، ولا عندكم تفكير ممكن أن تتسع رقعة التعليم؟ تتسع، لكن السعودية لها خصوصيتها. يعني التشاديين الموجودين في السعودية، يعني هذا أنا الشعور الخاص، وربما تقاسموني هذا الشعور أو لا، أنا أعتقد أن تشاد ما غابت عن خاطرهم لحظة. يعني تشاد موجودة في تراثهم، في كلامهم، في زيهم، في كل شيء. يعني يتحدثون عن هي ظروف ما للبحث عن لقبة العيش ربما جعلتهم في تلك الأماكن، لكن هم لديهم النية. أيضا وضع السعودية، يعني الآن التشاديين اللي مشوا سنتر أفريق، مشوا نيجيريا، مشوا السودان، أصبحوا مواطنين في تلك الدول. يعني الدول تسهل عملية التجنس وكذا والاندماج. لكن الموجودين في المملكة العربية السعودية أنا أعتقد يعني
محتاجين لهذه التخصصات، لهذه التخصصات التي تلبي سوق العمل. يعني نحن الآن عبر تخصصات التجارية المرتبطة بالبنوك، بالعلاقات العامة بالصحافة والإعلام، العلاقات السياسية، التاريخ، الفلسفة، علم النفس، هذه كلها تقريبا يعني من الأشياء المحببة جدا في سوق العمل الخليجي أو في تلك المنطقة بشكل كبير. فلذلك أنا أعتقد أن الإخوة في السعودية لديهم وضع خاص جدا جدا، ونحن نهتم بهم اهتمام بالغ جدا باعتبار أنهم يستحقون هذه الخدمة، وإن شاء الله سنصل إليهم إن شاء الله، وسنكون عند حسن ظنهم إذا هم أرادوا أن يتعلموا وأن يتحصلوا في مؤسستنا، فنحن جاهزين جدا وإن شاء الله. جميل، دي بشرة كويسة جدا. نعم. يعني اللي بسمعه وبشاهده، وأنت كنت سبب في هذا بصراحة. أنا يعني المتابعة الحلقات التي أنت أجريتها مع الإخوة في السعودية، يعني هذه لم تكن مجرد حلقات، يعني أي شخص ينظر لهذه الحلقات عبارة أن تسلطت عن مشكلات، لامست مشكلات لهؤلاء الناس، ونحن الآن نحاول نتمنى النجاح إن شاء الله، نتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله، ولكل المعاهد والجامعات العليا الموجودة في تشاد سواء التابعة للدولة أو الخاصة.